بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بحضراتكم عايز اتكلم عن حاجه حصلت وظهرت عندنا وهي البياض الزغبي تمام وبيقولوا دايما التكنولوجيا دايما علمونا كده ان كلمه تكنولوجيا تعني تحويل العلم النظري الى واقع عملي على ارض الواقع فتيجي انا همسك ال... همسك ال... الورقه وهبدا اقول آه زي الكتاب ما بيقول ونشوف الواقع العملي فعلا بيقول ايه اول ورقه اول حاجه بتقول لي بيقول لي ان البياض الزغب عندك يشاهد على الاوراق السفليه الاكبر عمرا لما تيجي كده فين الاوراق السفليه اهي الورق السفلية؟ الارض اهي عندك اهي وده الاوراق السفليه الايه الاكبر عمرا تمام اهو ده البياض الزغب يا جماعه بعد كده الأكبر عمرًا يظهر على العروق السفلية بقع زاوية يعني عاملة زوايا أهي مش بقع دائرية لأ عاملة زوايا أهي ده البياض الزغبي تمام وبعدين محصور بين العروق شايف العروق بتاعة الورقة ديت هو فعلًا محصور بينها أهو تمام بين العروق بتاعة الورقة يعني ما ياكلش العرق هو محصور بين العروق بتاعة الورقة تمام آه يقابلها يقابل اللون الاصفر دهوت زغب على الناحيه اللي تحت قلبنا الورقه اهي اهو ادى الزغب يا جماعه اللي انتم شايفين ومن هنا اهو اهو شايف الزغب الابيض ده هو ده الزبغ الزغب الحامل للجرثومه الفطريه تمام شفت البياض الزغبي ده دهيه الدواهي ده دهيه الدواهي اهو اهو أهو شايفه؟ شايفه؟ مهندس الصغير خد بالك عشان ما حدش يضحك عليك. ده البياض الزغبي، طب بيجي المشكلة البياض الزغبي إن المدى الحراري بتاعه واسع يا جماعة، بمعنى إنه هو بيجيني في درجة حرارة 30 من درجة حرارة 10 ل 30. والرطوبة بتكون مية في المية خلال ست ساعات متواصلة يجي لك المرض لو عندك رطوبة وصلت في البيت لمية في المية ماشي بيحصل عندك لمدة ست ساعات بيحصل عندك الإصابة مع إن مية في المية دي كتيرة شوية هو ممكن على الخمسة وثمانين 80 كمان يحصل آه وفي فترة كمان أقل من كده وخصوصا دايما بيبهدلنا في فصل الشتاء تمام ده البياض الزغبي وطبعا معروف ان هو بيقف في الجو الحر ما عندناش حاجه اسمها بياض زغبي. الحاله دي حصلت ليه يا جماعه؟ شايف حضرتك المنظر ده لما جت لنا السيول لما جت السيول تمام دخلت ال... ال... البيت دخل شايف انت اهو ميه اهي دي اثار الميه دي المشكله لما تروح للبيت من هناك مش هتلاقي فيه الاصابه هتلاقيه زي الفل تمام دي اخر السيول ما دخلت في المكان المنخفض اهو تمام هنا ما فيش هنا اهو الميه دخلت هنا فبهدلت المكان ده هو فحصلت الاصابة على طول زي ما وريت حضرتك كده اعتقد كله شاف البياض الزغبي بنعالج البياض الزغبي بايه اول حاجة المعاملات الزراعية المعاملات الزراعية انك انت الارض عندك تكون الصرف بتاعها جيد عشان ما توقفش مية زي ما هي واقفة كده بس ده غصب عني مش بمرضى اي حد يعني ده سيول من عند الله كده جت ودخلت البيوت فسببت لنا المشكلة دي لنا بالرحمة يعني الحمد لله طبعا الامطار خير من عند الله سبحانه وتعالى فحصلت الحالة دي الارض عندك تكون الصرف بتاعها كويس والري بتاعك يكون محدود عشان ما تزودش الرطوبة بتاعة البيت عندك عشان ما تزودش الرطوبة بتاعة البيت عندك بالنسبة للإخوة اللي هم ما عندهمش مراوح ولا حاجة ما تسمحش بأن المية اللي بتتكسف على البيت من فوق ما تسمح لهاش أن هي تقف آه على ال 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 الورقة ما يبقاش فيه ماء حر واقف على الورقة أنا هو تحاول حضرتك كده تشيل المية دي آه 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 تهوي البيت عشان المية دي تسقط أول بأول كده مش المية نزلت من, من مش بقى نسيب الميه كده وخلاص لا يكون الصرف عندنا جيد ده بالنسبه والتهويه عندنا جيده والامور دي كلها اكيد كلنا عارفينها وخصوصا الجماعه طبعا اللي هم بتوع الاراضي الطينيه تمام بالنسبه للاخوه اللي هم عندهم بيوت محميه ولكنها يعني مشكلتهم في مشكلتهم في الاراضي ان البيوت المحميه ما فيهاش مراوح بيوت عاديه فالصبح طبعا بينزل الندى على النبات وبطول الفتره يعني فتره طويله على ما يتخلص من الندى ده هو طبعا لانه ما عندوش مراوح ولا عنده طيار هواء ممكن يمرره في البيت فالمفروض ان حضرتك لو الجو مستقر المفروض بتفتح وعموما الندى ده ما بيجيش الا في الليله الساكنه اما الليالي اللي فيها رياح طبعا ما بيجيش الندى خالص لانها بتبقى دافيه بطبيعتها تمام فعلى طول انت آه بت... على طول بت... بتفتح الباب اللي هو الابلي في مصر الابلي في مصر او الجنوبي في ال... يعني المهم الباب اللي هو عكس ال... الهواء تـ 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 تفتحه الاول وبعد كده تفتح الباب اللي بيجي بينه الهواء بعدها بحوالي نص ساعة عشان ما تعملش صدمة بس للنبات وكده بعد كده تفتح الفتحات اللي في النص عشان تخلص والرطوبة اللي موجودة تمام بعد كده طبعا إضافة الملش ضروري لأن المدش بيمنع تبخر المية من التربة نفسها وبالتالي ما بتزيدش الرطوبة داخل البيت المحمي برودية دي ناخدها في بالنا كويس جدا 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 تمام؟ وبدفلك لك الجذور وبيحفظ لك الثمار وحاجات كتيرة يعني تمام؟ بعد كده لو ما جتش النتيجة من ديت وحصلت الإصابة يبقى لازم نتدخل بالمبيدات الفطرية الكيميائية اللي ما في غنى عنها، وأنا عن نفسي يعني طبعًا هتكتب على اليوتيوب أو تروح محل مبيدات هتلاقي عشرين مركب ما بين الوقائي وما بين العلاجي وما بنذكرش مركب لأن يعني انت تتعب يعني الوطن العربي مش عارف ربنا يهدينا جميعا يا رب اذا ذكرنا ال... اذا ذكرنا المركبات اللي تستخدمها او الاسمده يقول لك اخ بعت لي امس بيقول لي ده نعتبره دعايه لشركه طب انا انا اقسمت لك بالله على اليوتيوب انه انا ما اعرف حد في الشركات دي اساسا يعني تمام ولا بتعامل مع حد الشركه بتجيبه بشتغل لهم بيه وخلاص أه وحتى يعني اصحح لحضرتك المعلومه ما فيش فيلم او يوتيوب او مقطع بتشوفه الا وعليه الاعلانات يا ترى ثقافه الاعلانات دي جايه لنا منين يعني تم الاعلانات دي طبيعي واحد بيعمل برنامج وعايز يلم فلوس تمن البرنامج وتمن المخرج وتمن البث وتمن الكلام ده كلته ما هو احنا والله قسم بالله احنا بنعملها لله مش عايزين حاجه خالص تمام بس الطبيعي ان اي حاجه بتتعمل بقول لك برعايه شركه كذا برعايه شركه كذا هي اللي راعية على اللي راعية للبرنامج ده هو علشان يحط ال... يزو... يحط المنتجات بتاعتها او يسوق المنتجات بتاعتها وحضرتك حر في اللي انت تشتري او ما تشتريش دي ثقافة على فكرة مش انا اللي بقولها ده, ده موجودة في جميع دول العالم يعني ف يعني ف... فحتى لو انا هحط اعلان ده ما يعبنيش بس لو حطيت اعلان بقى مش هقول شركات لا انا هحط الاعلان وانت حضرتك بتشوف الفيديو هتلاقي الاعلان بس انا عمري ما احط اعلان طبعا ولا في دماغي اصلا القصه دي تمام عشان بس حضرتك تكون مطمن ولا شركه ولا غيره، انا شئت ام ابيت شركه يارا هي الاولى على مستوى العالم في الـ في, الـ في انتاج الاسمده يعني اذا كنت بتقصد يارا انا قسما بذات الله ما اعرف حد في يارا، بس شئنا ام ابينا هي طبعا فيه يارا، فيه تكنو جرين فيه اجريماتيكو، فيه أه سانجينتا هتقول لي هتهرب من الشركات دي وتروح فين؟ سواء انا قلت او ما قلتش. ده يا سيدي الفاضل اشياء اتكتبت علينا وليس لنا فيها اختيار تمام بس فدي محوطك محوطك هتروح لها هتروح لها هتشتري يعني هتشتري من غير اللي انا بقول ولا انا ما بعيد وبلاش النظره يعني التشاؤميه دي يعني ونشجع الحاجه بتاعتنا يعني وشكرا لكم